السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من قناة ماريا كويزين. اليوم ان شاء الله راح نديرو زوج صلصات اساسية في شهر رمضان الكريم ان شاء الله، ربي يدخلوا علينا بالصحة والهنا ان شاء الله. راح تسحقوهم بزاف، مايونيز وصلصة السلطة. نبداو بلا فينيغريت، نسحق فيها نص كاس تاع الزيت زيتون ونص كاس زيت المائدة يعني زيت عادي. نضيف عليها 3 مغارف كبار عصير الليمون، يعني قارص عصرته ديت منه 3 مغارف كبار، وتقدروا تعوضوها بربع كاس تاع الخل. نضيف عليها مغرف كبيره موتاق يعني الخردل، مغرف كبيره اللي هنا ندير حوالي فص تاع الثوم يكون صغير ما ديروهش كبير، وشويه تاع المعدنوس اللي هنا. المعدنوس اللي ما يحبش الذوق تاعو ويستغنى عليه مي راح يجي ما شاء الله، يعني يجي بزاف بنين. نضيف عليهم زوج مغارف كبار تاع الماء، ما عادي زوج مغارف كبار راح كيما نقولوا يدير لنا يعدل لنا في القوام تاع الفينيغريت. نضيف عليهم هكا يعني اكثر من نص مغرف صغيره تاع الملح، وتاني البنات كون ضفت نص مغرف صغيره تاع السكر، السكر العادي اللي هنا يعني ما حكمتها ليش الكاميرا، نص مغرف صغيره تاع السكر لازم تضيفوها باش تنقص لنا من هذيك القروسيه ولا الحموضيه تاع الخردل وتانيك تاع القارص. وعلى راس المغرف فلفل الكحل، هادو هما المكونات. نخلط كامل كيف كيف بالبغا ميكسور حتى يتقلي الخليط. شوفوا البنات هاد الوصفه احسن وصفة تاع فينيغرات تجي ما شاء الله. لو كان تجربوها بهالطريقة متأكدة بإذن الله انكم تعتمدوها، ما تزيدوش كامل تبدلوها، ما تنقصوا ما تزيدوا حتى حاجة، مقادير جد مضبوطة. شوفوا الله لهنا القوام تاعها كيفاش جا، شوفوا يعني تحسوها شوية ثقيلة والذوق تاعها قمة 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 في الروعة. وتاني سمحوا لي على الصوت تاعي، راني في حالة راني راح لي كامل الصوت. ونجي لهنا نفرخها في هاد القرعه ونحتفظ بها في الفريجيدار. شوفوا القوام تاعها كيفاش داير، يعني احسن من اللي تباع في المحلات. وكنت جربت بزاف وصفات تاع لا فينيغريت، احسن وحده هي هذه، يعني صلصه السلطه احسن وحده هي هذه. سجلوها عندكم راح تحقوها في رمضان. نمر لهنا نحضروا لا مايونيز ولا بديل المايونيز بالبيض مغلي. هاد الصوص ولا هاد المايونيز يا البنات واحد البنه واحد البنه. انا هادي غراف 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 بنينه وما نستغناش عليها نهائيا. شوفوا عندي زوج حبيبات تاع البيض مغليين يكونوا صغار، انا استعملت بيض تاع العرب يعني هذاك اللي يجي السفر تاعو يجيك شغل فونسي على البيض نورمال. ضفت عليها ربع كاس زيت المائدة وتقدروا تعوضوه بزيت الزيتون، انا ما نحبش بزاف زيت الزيتون واللي راه عندي فيه بزاف ريحة قوية. نزيد عليهم زوج مغارف كبار فرماج السائل تاع البيدون، وتقدروا تستعملوا فرماج عادي ديروا زوج حبات ولا ثلاث حبات. فص تاع الثوم الاحسن ما تكبروهش بزاف. ونزيد عليهم نص مغرف صغيرة تاع الموطاد ولا الخردل راح يمد لها ذوق روعة ولون بزاف شباب، ونص مغرف صغيره تاع الملح، الملح على حسب الذوق، انا ما نحبهاش تجي مالحه بزاف. وتانيك الفرماج راه مالح دونك نملحو غير هذاك البيض. ونخلط كامل كيف كيف حتى وين يتقلي الخليط. هاد الوصفه اللي ما تنجحش معاها لا مايونيز ولا اللي ما تحبش هكذا كي نخدموا المايونيز بالبيض يكون خضر هكاك، تجرب هاد الوصفه هادي مستحيل وحده ما تنجح لهاش البنات، مستحيل اي وحده تجربها باذن الله تنجح لها. شوفوا لهنا القوام ديالها لهنا راهي ثقيله بزاف، رحت زدت لها ربع كاس تاع الزيت، يعني الزيت لهنا خدات لي نص كاس، ساعات الكاس 240 مليلتر. اللي تحبها ثقيله كيما هكا تقدر تخليها كيما هكا، يعني كل واحد وش يحب، انا ما حبيتهاش ثقيله ثقيله بزاف. وتاني ديروا في بالكم بلي كل ما تقعد كل ما راح الزيت تتقال. نزيد ندربها مليح بالبغا ميكسور. وهذا هو القوام ديالها، شوفوا شوفوا اللون تاعها شحال شباب. هذا اللون تاني مدونا باسكو درنا البيض عرب، راكو تعرفوا بلي السفر تاعو يجي صفر مليح.
شوفوا القوام تاعها والبنه، البنات البنه تاعها هايله هايله هايله. دوك نوريها لكم بالمغرفه كيفاش داير القوام ديالها. هذا هو الشكل ديالها، شوفوا. نجي لهنا نفرخها لكم هكا باش تزيدوا تشوفوها اكثر واكثر. انا نكمل كامل وراح نتلاقاو في صحن التقديم. وهذا هو الشكل النهائي لوصفه اليوم اللي هي صلصه السلطه مع مايونيز بالبيض مغلي. هاد زوج وصفات البنات خبوهم في عينيكم، والله يعني من قلبي خبوهم في عينيكم، باسكو راح تلقاوهم. ويعني كيما نقولوا زوج وصفات بزاف 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 هايلين وناجحين مليار في المئه وبنان مليار. يعني واحد البنه هايله. شوفوا هذيك لا فينيغريت كيفاش دايره، يعني ثقيله بنينه، كديروها على شلاضه تجي بزاف بنينه. هذيك المايونيز قوام تاعها روعه، الذوق تاعها اكثر من روعه، سورتو في رمضان تحقوهم بزاف. وفي الاخير ما عليا غير نقول لكم شكرا على المشاهده، الى وصفه لاحقه ان شاء الله. سلام.